هذا وقد كانت قد وصلت قبل ساعات من مساء اليوم أيضا بعثة المنتخب السعودي الأول إلى العاصمة الماليزية. هذه الصور طبعا قبل قليل كانت من مغادرتهم من مطار الرياض قبل قليل، طبعا صباح اليوم قبل قليل وصلت أو قبل ساعات وصلت البعثة إلى تايلاند استعدادا بالتأكيد للدخول إلى المعسكر. كان برفقة أيضا البعثة لاعبو الاتحاد الذين انضموا مؤخرا بعد نهاية مباراتهم بالأمس.